وصلنا لفقرتنا الطبية. برعاية نقابة أطباء سوريا تعقد جمعية فرح للطفل المريض بالكلية مؤتمر العلمي الخامس تحت شعار يدا بيد للكشف المبكر عن أمراض الكلية عند الأطفال، وذلك في فترة ما بين 18 و17 تشرين الأول لعام 2024. يافا، موضوعنا اليوم ليلى جدا مهم وضروري لكل الأطفال يلي بيصابوا بأمراض الكلى بأنواع مختلفة. اليوم ما رح نحكي عن موضوع أو مرض محدد بيصيب الكلى عند الأطفال، بدنا نتعرف على أمراض الكلى وأهمية الكشف المبكر عن هي الأمراض وشو هي الأعراض وأهمية التشخيص، ورح نحكي أيضا عن المحاور يلي تضمنها المؤتمر يلي عقدته جمعية فرح أكيد برعاية نقابة أطباء سوريا، ونتعرف على أحدث الأبحاث والتقنيات المستخدمة اليوم بمجال الطب وبمجال أمراض الكلى عند الأطفال. كل هاي التفاصيل رح يجاوبنا عليها الدكتور بسام سعيد، استشاري بأمراض وزراعة الكلى عند الأطفال، وهو أيضا رئيس جمعية فرح للطفل المريض في سوريا. وأيضا بدنا نذكر كمان أنه هي الجمعية تأسست من سنة 2013. يسعد صباحك يا دكتور وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، شكرا لكم، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية قبل ما نحكي أكثر عن هذا المرض ونتوسع بأعراضه وأسبابه وأيضا سبل العلاج، خلينا نحكي أكثر عن هذا المؤتمر، أهميته وأهدافه. تمام، هلا نحن خلال بعد بكره حنبلش بالمؤتمر الخامس. نحن جمعيتنا مثل ما تفضلت انه تاسست بسنه 2013، نحن صرنا عاملين 4 مؤتمرات وهذا حيكون المؤتمر الخامس، لانه احد اهداف اللي تاسست من اجلها جمعيه فرح للطفل المريض بالكليه بسوريا هو نشر التوعيه حول هذه الامراض، امراض الكليه عند الاطفال. بجوز البعض يعتقد انه الكليه هي امراض الكليه فقط تصيب الكبار، بينما واقع الحال انه هناك الكثير جدا من الاطفال المصابين بامراض مختلفه. فالهدف من هذا المؤتمر اللي حيبلش بعد بكره ان شاء الله في دمشق هو شعاره يدا بيد للكشف المبكر عن امراض الكليه عند الاطفال. الكشف المبكر كثير مهم. ليش مهم؟ لانه طبعا كل ما كان كشف مبكر اكثر كل ما بتكون فرص التشافي والتعافي من هذه المشاكل الكلويه ومشاكلها ومستقبلها، لانه هي قد تودي بعمل الكليتين وينتهي الامر بموضوع غسيل كليه وزرع كليه. فنحن حتى ما نوصل لهذه النتائج يفضل دائما الكشف المبكر مشان يبدا العلاج بشكل مبكر ونشر التوعيه عند عامه الناس وبالذات اهالي الاطفال اللي هن قد يكونوا مصابين باحد امراض الكليه وهي كثيره جدا. طبعا المؤتمر سيتطرق الى جوانب متعدده من امراض الكليه عند الاطفال. في 25 محاضر في هذا المؤتمر من شتى انحاء سوريا ومن جامعات السوريه، حنسلط الضوء على كثير امراض، والهدف الاساسي هو كيف نحن ممكن الكشف المبكر عن هالامراض هي، باعتبار بانه في كثير اعراض ممكن ما توحي بانه، يعني ممكن طفل يكون عنده حراره. هالحراره هي ممكن يكون في لها اسباب كثير، بس واحد من اسبابها هو انتانات الجهاز البولي، وانتانات الجهاز البولي عند الاطفال تختلف عن الكبار. ليش؟ لانه الطفل بتكون كليته لساتها في مرحله النضج والنمو، فاي اذيه انتانيه ممكن تاثر على وظيفتها، بينما بعد عمر 7 سنين او 10 سنين ممكن الموضوع ما يسبب اذيه. لذلك الكشف المبكر عن الانتانات على سبيل المثال يحمي الكليه من اذيه محتمله قد تحدث مستقبلا. والعلاج مبكر، الكشف المبكر يتلول العلاج المبكر. طبعا الاهل كثير ضروري انه يكونوا، لذلك نحن في عندنا صفحات على التواصل الاجتماعي حتى يكون تواصل مع الاهل وليس فقط مع الاطباء. فنحن في عندنا عده اهداف لجمعيه فرح، هدف توعوي علمي وايضا اجتماعي، وايضا في اعانات. نحن على قدر ما بنحصل على اعانات من المتبرعين ممكن نحن نساعد اهالي المرضى بتخطيط نفقات العلاج والعمليات الجراحيه الى اخره، وان شاء الله هيك يعني انه بوجودكم طبعا نحن بنساهم اكثر بنشر التوعيه حول هذا الموضوع. طيب دكتور بسام، ذكرنا اليوم انه في عده امراض للكلى ممكن يصاب فيها الطفل، اليوم ما نحن عم نخص بهذا الموضوع، خلينا نذكر ابرز المشاكل او الامراض يلي بتشوفها حضرتك موجوده عند الاطفال، شو هي اكثر امراض الكلى المنتشره اليوم؟ تمام، هلا اكثر شيء نحن بنشوف هو الانتانات البوليه. الانتانات البوليه هيدي طبعا مشكلتها بتختلف عن انتان بولي عند واحد كبير. ليش؟ لانه الانتان البولي لما بيحصل عن طفل هذا ممكن يخفي وراءه، يكون في وراءه تشوه خلقي في الطريق البولي او في المسالك البوليه. يعني الطفل حتى هذا الشيء لا يظهر بالفحص السريري ولا يظهر بالإجراء الإيكو عند الأم الحامل، أحيانا قد يظهر وأحيانا لا. فنحن لما بنشوف طفل في عنده إنتان بولي وخاصة إذا تكرر هذا سبب لحتى نحن نبحث
انه هل هذا الطفل في عنده تشوه في الجهاز البولي؟ هل هو التشوه هو السبب وراء تشكل هذا الانتان البولي؟ تشوهات ممكن يكون في عنده استسقاء بكليه او بكليتين، ممكن يكون في عنده تضيق بالحالب، ممكن يكون في عنده ارتجاع عكس الطبيعه للبول بنسميه نحن جذر مثاني حالبي الى اخره، هناك تشوهات كثيره، ممكن يكون عنده حصيات، والحصيات ممكن نتفاجأ بانه ما سببت له الم نهائيا، سببت له فقط انتان بولي. فذلك الانتانات البوليه هي تعتبر واحده من اهم الامراض الكلويه اللي بتصيب الاطفال. رقم اثنين فينا في شيء اسمه التهابات الكبد والكليه، هي التهابات طبعا مناعيه المنشا قد تؤذي بوظائف الكليتين وقد ينتهي بها المطاف الى القصور الكلوي النهائي. هلا هي طبعا طيف واسع جدا من التهابات الكبد والكليه عند الاطفال، كمان هيدي من احد اهم وظائف طبيب الكليه عند الاطفال، التشخيص المبكر الى وضع العلاج، كله بهدف هو حمايه الكليه من من الاذيه ومن حدوث قصور كلوي. طبعا هلا في امراض اخرى هي التشوهات الخلقيه في الكليتين، هي تشوهات خلقيه في الكليتين هي طبعا قد تكون احيانا تكشف مباكره منذ اثناء الحمل، يعني الام لما بتكون حامل بالجنين الطبيب اللي عم يعمل لها ايكو بيقول لها والله كليتين عند الجنين فيهم استسقاء او فيهم مشكله، هي كمان واحده من الامراض المنتشره مع الاسف والتي تستدعي تشخيص مبكر، يعني نحن نبدا بالدراسه الشعاعيه بعد ولاده الطفل بايام، ممكن نعمل ومضان كليتين لحتى نشوف نحن الكليه قديش عم تشتغل، في سلسله من الاجراءات التشخيصيه التي تتطلب متابعه قد تستمر مدى الحياه. في امراض اخرى بتصيب الاطفال طبعا منها الامراض الوراثيه، هي الامراض الوراثيه اكثر شيء بتكون منتشره عند الاطفال لما بيكون في زواج بين الاقارب، لما بيكون واحد متزوج بنت عمه او كذا، هون بتزيد فرص حدوث الانتان، مشان هيك نحن ما بنشجع الزواج بين الاقارب تلافيا لكثير من الامراض الوراثيه، طبعا مو كل الامراض الوراثيه تنجو عن الزواج بين الاقارب ولكن جزء كبير منها. هي كمان طبعا بنلاقي اكثر من طفل بالعائله مصاب بنفس المشكله الكلويه، امراض كلويه عائليه. في امراض كثير طبعا نحن بطب الكليه عند الاطفال بنحاول انه نوضع لها تشخيص مثل الامراض الكيسيه، في شيء اسمه الكليه متعدده الكيسات، برضو هذا المؤتمر حيسلط الضوء على هذه الامراض الكيسيه. وبالتالي فهناك طيف واسع من الامراض اللي بتصيب، فينك تقولي معظم الامراض اللي بتصيب الكبار ممكن تصيب الاطفال. اشد خطوره دكتور؟ تمام، اشد خطوره هو القصور الكلوي المزمن. القصور الكلوي المزمن، ليش القصور الكلوي المزمن؟ هلا القصور الكلوي المزمن له اسباب احيانا خارجه عن الاطار المالوف اللي هو نقص تصنع الكليتين، يعني هذا الكليتين خلقوا مهن طبيعيات عند الطفل، هذا ما له علاقه بانتانات، هذا ما له علاقه بانتانات او كذا، ولو انه ممكن يسبب انتانات بالمستقبل بس، ولكن مش الانتان هو سبب حدوث المرض. هذا التشوه خلقي، تشوه خلقي اللي هو الكليتين بيكونوا ضامرين من وقت ما بيخلق الطفل، بيكونوا صغار وبيكون في لهم علامات معينه، طبعا هذا بيسبب القصور الكلوي. القصور الكلوي له اسباب كثيره، كل الاسباب اللي حكيناها من شوي، انتانات البوليه، التهابات كبد الكليه، التشوهات الخلقيه، الحصيات، الامراض الوراثيه، هي كلها ممكن تنتهي بشيء اسمه القصور الكلوي المزمن. هلا القصور الكلوي المزمن مو هو سير للمرض، يبدا بدرجه اولى ثم ينتهي بالدرجه الخامسه. طبعا الدرجه الخامسه نحن بنسميه القصور الكلوي النهائي، هون المريض صار بيحتاج بقى غسيل او ديلزه او تحال الى اسماء مختلفه. طبعا الغسيل هو عند الاطفال مرحله مؤقته تمام يجب ان يتلوها زرع كليه، وزرع الكليه عند الاطفال ناجح جدا، ونحن بسوريا عندنا تجربه كثير جيده جدا وعندنا نتائج ممتازه بزرع الكليه عند الاطفال، يعني نحن اصغر طفل عملنا له زرع كليه كان عمره 4 سنين. طبعا لما بيكون الطفل صغير كثير هون يفضل انه يبقى على موضوع الغسيل ريثما يزيد وزنه، لانه زرع الكليه يتطلب حد ادنى من الوزن بس، ولكن زرع الكليه له نتائج ممتازه جدا بسوريا، وعندنا تجربه وعندنا اطباء جراحين وعندنا اطباء كليه ممتازين لهذا الموضوع. لذلك يعني حتى لو صار نحن بنسعى جاهدين على انه الطفل ما يوصل لمرحله الغسيل او الزرع، بس حتى لو وصل هذا لا يعني انه ما في حل، في حل طبعا، بس طبعا زرع الكليه مثل ما بتعرفوا بيحتاج الموضوع لمتبرع. هالمتبرع نحن بنفضل انه يكون متبرع قريب، قريب يعني يا ام الطفل يا ابوه يا عمه الى اخره، او اذا عنده اخ كبير، بس النتائج بقدر اقول لك انه ممتازه، وبيرجع الطفل بعد الزرع لحياته الطبيعيه، بيرجع بيروح على المدرسه وبيرجع، والموضوع بيتطلب منه طبعا يتناول كم حبه دواء الصبح كم حبه دواء المساء، وكل شهر او شهرين في مجموعه من التحاليل بده يعملها بس، ولكن الاهل بيتاقلموا والطفل بيتأقلم وبيرجع لحياته الطبيعية. فلذلك زرع الكلية، لذلك نحن بنسميه تبرع بالأعضاء، هو التبرع بالحياة،
فنحن لما بنتبرع على الطفل بكليه كانه تبرعنا له بالحياه، لانه حنرجعه نحن تقريبا لحياه شبه طبيعيه. طب دكتور، ذكرت نقطه كثير مهمه، الانتانات البوليه هي احد المسببات او في خلط بين اعراض الانتانات البوليه وهي القصه كثير عم بتصير عند الاطفال، يعني هذا الموضوع شائع، وبين مشاكل الكليه. اليوم هل ممكن الطبيب ما يقدر يشخص هي الحاله؟ ممكن يشتبه عنده انه بين فقط انتانات بوليه، هذا الشيء بياخر الكشف عن مرض الكليه؟ تمام. هلا الانتانات البوليه عند الاطفال لما بيكون طفل صغير كثير، مثلا عمره بالاشهر، قد تكون هون الصوره طبعا التشخيص ما هو سهل. ليش؟ لانه الطفل غير قادر انه يعبر. لما بيكون في عندنا طفل عمره 10 سنين بيقول لك والله انا البول عم يحرقني، البول انا وعم بول، في عندي الم اثناء التبول او كذا. اما طفل رضيع هون ممكن تكون الصوره مو واضحه، ممكن تكون الاعراض فقط هي ارتفاع حراره، ممكن احيانا يصير في انتان بولي برضه من دون حراره. فلذلك هذا يعود التشخيص فيه لطبيب الاطفال والحس السريري عن طبيب الاطفال. احيانا في تغير بمواصفات البول، مو بس الحراره او حرقه البول، احيانا الام بتلاحظ بانه اذا طفله رضيع وفي حفوضه بتلاحظ بانه ريحه البول كريهه او لون البول غامق. فكل هالمؤشرات هي يجب ان تدفع الطبيب لانه يعمل الاستقصاءات الضروريه. طبعا نحن لحتى نشخص انتان بولي ما بيكفي نعمل فحص بول، لازم نعمل زرع بول لنشوف بانه في جرثومه بالبول موجوده بعدد معين. ومجرد ما تشخص الانتان البولي عند الطفل هذا يستدعي اجراءات استقصائيه اخرى لنعرف هل هناك تشوه خلقي خلف هذا الانتان البولي، لانه اذا في تشوه خلقي فبالتالي فالعلاج يجب ان يعالج ليس فقط الانتان بالمضادات الحيويه، ولكن يجب ان نتوجه نحو السبب اللي سبب التشوه الخلقي. بعض التشوهات الخلقيه قد تحتاج لعمل جراحي، مثل اذا طفل في عنده ارتجاع بالبول، هذا احنا بنسميه قلس او جزر مثاني حالبي، يعني البول بيرجع عكس الطبيعه من المثانه باتجاه الكليتين، وبالتالي فهون اسفل الحالب بيكون الطريق فيه مفتوح، فاي جرثومه بتدخل على المثانه الطريق مفتوح تطلع فيها دغري على الكليه. هذا الشيء بيتطلب احيانا انه نعمل شيء اسمه اعاده زرع حالب لحتى نوقف هذا الجزر ونحمي الكليتين. نحن هدفنا النبيل والسامي بالنهايه هو حمايه الكليتين من اي انتان، او لانه الانتان بمراحل الطفوله الباكره قد يترك وراءه تندب في القشر الكلوي. تندب يعني منطقه من الكليه لا تعمل. لذلك نحن بنعمل جهدنا انه حمايه الكليتين من هذه الانتانات البوليه. طيب دكتور، خلينا ولو سريعا نرجع نذكر المشاهدين بالمؤتمر العلمي الخامس لجمعية فرح يلي رح يتم ب 17 و 18 الشهر. اليوم صار في مشاركات من أطباء مختلفين ومن مختلف المحافظات. خلينا نتذكر أو نحكي شوي عن المحاور أو أهم المحاور يلي رح يتضمنها المؤتمر، وشو مين الأشخاص المؤهلين لحتى كمان يشاركوا بالمؤتمر أو حتى يحضروا. تمام. هلا الاشخاص المؤهلين تمت دعوه تقريبا بحدود 100 طبيب كليه من سوريا، هن الاطباء المعنيين بالموضوع هن اطباء الكليه، سواء اطباء كليه عند الاطفال او اطباء كليه عند الكبار، حتى لانه طبيب الكليه عند الكبار هو شريك لنا، يعني احنا الطفل بس يكبر بصير بيتابعه طبيب كليه كبار. المحاور طبعا في عندنا محاور الدرجه الاولى تبعا للعنوان او شعار المؤتمر كشف المبكر. نحن في عندنا جلسه كامله مؤلفه من 5 محاضرات هدفها هو شو الوسائل الحديثه المبتكره للكشف المبكر عن امراض الكليه عند الاطفال. بعطيكي مثال واحد عليها، في بعض التحاليل اللي بتنعمل بعض المختبرات الموجوده عندنا بسوريا من اجل الكشف المبكر، لما بيكون في تراجع خفيف جدا في وظائف كليتين ممكن التحليل يكشف لنا اياه. في تحاليل. طيب هذا التحليل دكتور ما فيهم الاهل يعملوه للطفل بشكل دوري بين كل فتره وفتره للاطمئنان؟ هلا هذا طبعا حسب توجيهات الطبيب، نحن ما يعني هذا القرار لا يعود للاهل انه اجراؤه، هذا القرار طبعا كل حاله سريريه طبعا بحسب حالتها الطبيب يقرر اجراء هذا التحليل. هذا ما هو تحليل موصى به انه مثل سكر الدم اي واحد ممكن يعمله، لا هذا ضمن حالات معينه ممكن اجراء هذه التحاليل، وهي تحاليل غير مكلفه على جميع الاحوال. في اجراءات اخرى للكشف المبكر عن امراض الكليه عند الاطفال، اجراءات شعاعيه ممكن توجهنا، في وسائل تشخيصيه متعدده لهدف الكشف المبكر، هذا احد محاور المؤتمر. في محور اخر بالمؤتمر هو الامراض الوراثيه. الامراض الوراثيه برجع بقول نحن بمجتمعاتنا نظرا لوجود زواج الاقارب عند فئه لا باس فيها من المجتمع، وبالتالي فنحن في عندنا نسبه انتشار الامراض الوراثيه بمجتمعنا اكثر من بعض المجتمعات الاخرى حيث لا يوجد زواج بين الاقارب. فنحن بهمنا كمان نسلط الضوء على بعض هذه الامراض الوراثيه وبشكل اساسي على اخر ما توصل اليه العلم في هذا الموضوع. في عندنا محور اخر كمان هو اللي هو التشوهات الخلقيه في الجهاز البولي ودور الجراحه فيها. في كثير طفل ممكن ينصاب بتشوه خلقي بالكليتين، بكليه او كليتين، بالحالب او بحالبين، بالمثانه، بالاحليل.
هي نحن بهمنا طبعا نسلط الضوء عليها، وشو هي الإمكانية للتشخيص المبكر لهي التشوهات الخلقية، وشو أفضل مقاربة جراحية. طبعا المقاربات الجراحية هي طبعا تحتاج لأطباء جراحين خبراء في هذا الموضوع طبعا، وبسوريا نحن في عندنا الحمد لله عدد جيد جدا وخبرة ممتازة جدا في جراحة الكلية والمسالك البولية عند الأطفال. لذلك يعني الموضوع هو عمل فريق فينا نعتبر، يعني نحن بحاجة لأنه يكون في عنا طبيب كلية، في عنا طبيب مخبر، في عنا طبيب أشعة، في عنا طبيب جراحة، في طبيب وراثة، وأحيانا بنحتاج التغذية. لأحد محاور المؤتمر حنطرق للتغذية عند الأطفال المصابين بالقصور الكلوي، لأنه بتعرفي مريض القصور الكلوي المزمن يحتاج إلى تغذية وحمية غذائية معينة، وبالتالي فنحن حنسلط الضوء برضو خلال المؤتمر هذا على التغذية عند مرضى القصور الكلوي المزمن. وبالتالي مثل ما لك شايفة أنت المقاربة هي متعددة الأوجه، يعني مش أنه طبيب بيشوف مريض معه التهاب لوزات بيقول له خذ هالأنتيبيوتيك وروح، لا الموضوع أكبر من هيك، موضوع شامل. خلينا نقول التشخيص الصحيح، تماما التشخيص والمقاربة والمتابعة، المتابعة كتير مهمة وصولا لزرع الكلية. وبرجع بقول لك انه زرع الكلية طبعا هو نحن بنفضل، نحن هدفنا انه ما يوصل المريض لهالمرحلة، بس حتى لو وصل المريض لهالمرحلة ممكن كثير من الاحيان بيجينا المريض بالمراحل النهائية للقصور لانه ما تشخص. يعني بيجينا مراحل النهائية للقصور هون بنبدا له نحن بعمليات التنقية الدموية او التنقية البريتوانية. بتعرفي الغسيل له نوعين، يا غسيل عن طريق الدم يا الغسيل عن طريق البريتوان او البطن. فهدول وسيلتين نحن نتبعهم عند الأطفال لريس ما يصير يجهز المريض، يكون جاهز للزرع ويكون في متبرع، لأنه دائما الزرع ما في زرع بدون تبرع، بده يكون في متبرع. ونحن نأمل وأنا هاي من خلال قناتكم أنا بوجه رسالة هاي، نأمل أنه نحن نبدأ يوما ما في القريب العاجل بتفعيل برنامج زراعة الأعضاء من المتوفين دماغيا في سوريا، مع العلم أنه هذا الموضوع اللي هو زراعة أعضاء المتوفين من المتوفين. تعرفي المتوفي بس يموت باللغه العاميه بنقول الدود بياكل اعشاب. رح اتبرع. تمام. الله يقويكي. فنحن بسوريا عندنا من سنه 2003 في قانون رقم 30 اللي اصدره السيد رئيس الجمهوريه دكتور بشار الاسد، اللي هو يسمح بتبرع الاعضاء من المتوفين دماغيا بسوريا. نحن التشريع موجود عندنا بسوريا، وبعد ما صدر هذا القانون بال 2003 بسنه اصدرت وزاره الصحه التعليمات الناظمه لزراعه الاعضاء، وفي عندنا قرار من وزارة الأوقاف من سنة 2001 كمان يسمح من ناحية وزارة الأوقاف ومن ناحية الدينية. طب ليش لسه ما تطبق دكتور؟ هذا موضوع طبعا يطول بحثه ويحتاج لحلقة كاملة، أنه مع الأسف إلى الآن لم يتفعل. هلأ في أسباب كثيرة، البعض ممكن الأهل ما يقبلوا أو المقربين، هو دائما صعب. القانون يطلب موافقة الأهل، ما في شيء إجباري. يعني نحن لما بيكون في عندنا متوفي دماغيا بدنا ناخذ أعضاءه، نحن يا أما طبعا حسب القانون بسوريا بيقول انه لازم ناخذ موافقه الاهل، واحد من اقرباء درجه اولى او ثانيه. ممكن الاهل ما يوافقوا ما بناخذ، اذا وافقوا بناخذ، بس هذا الموضوع موجود وفعال. هذا اللي هو زراعه اعضاء المتوفين موجود في دول مثل السعوديه، مثل ايران، موجود بالكويت، بقطر، يعني بالامارات. بالامارات تفعل حديثا، فنحن نامل انه يتفعل هذا البرنامج لحتى يكون هذا عبارة عن مصدر للأعضاء. يعني ما عاد شرط الواحد يكون له أهل قريب يتبرع له، ممكن يأخذ عضو من المتوفي. وتعرف المتوفي ممكن نأخذ منه كليتين، مو كلية واحدة، ممكن نأخذ منه كبد، ممكن نأخذ منه قلب، ممكن نأخذ منه بنكرياس، ممكن نأخذ منه أعضاء لا يمكن للأحياء أنه يتبرعوا فيها. القلب ما ممكن حدا يتبرع بالقلب، تمام؟ بينما المتوفي فينا ناخذ القلب أكيد منه. اكيد دكتور، للاسف خلص وقتنا معك، ويعني ما ملينا من هي المعلومات والقصص. اكيد ان شاء الله لاحقا بنحكي اوسع بهي المواضيع. بدنا نتشكرك دكتور، نتمنى لك كل التوفيق بالمؤتمر العلمي الخامس، وبدنا نتمنى اكيد السلامه لجميع المشاهدين. شكرا لك دكتور. اكيد دكتور، بدنا نشكرك ونشكر كل الاطباء اللي عم يقوموا بهي الجهود، وباعتبارك رئيس جمعيه فرح، هي الجمعيه عم تقدم دعم وبتمنح الطاقة والمحبة لهدول الأطفال. مثل ما بنعرف هدول الأطفال فعلا هي الشريحة بحاجة لدعم كبير معنوي، ويقولون احتياجات كتير ممكن تكون أعباء اليوم على أهاليهم، فأنتوا عم بتخففوا بقدر المستطاع من هي الأعباء. شكرا لك دكتور، وبقية نهار حلو لك. أهلا وسهلا.